دكتور مجدي، مع دخول العام الدراسي ايوه فهمت. بيبقى دايما التساؤل، اي ام بتبقى خاصه اللي عندها اطفال، وخاصه يعني مش هقول بقى الاطفال بس، المراحل برضو المراهقه والشباب اللي بينزلوا حتى من غير فطار، يمكن اتكلمنا دي كتير، ولكن خلينا نقول تاني، خلينا بقدر الامكان الناس تسمع وتستفيد تاني. سمعت مؤخرا او قرات يعني معلومه، ان وانا زي ما انت عارف ان انا اهوى يعني قراءه، ان انا بدخل على ايوه المواقع الصحيه وبحب اطلع المعلومات دي وبرجع لحضرتك دايما. سلام فهمت. اتفضل. الجبنه المثلثات او الجبن المطبوخه، ايوه قرات ان هي مش زي ما الناس بتعتقد، ان الجبنه دي فيها نسبه كبيره من الكالسيوم، وان يعني كتير من امهات كمان بتديها للاطفال الصغيرين اللي هم يعني الرضع، اللي مثلا عدى 6 اشهر فبتدي تديها له عشان هي حاجه خفيفه. فقرات انها ما فيهاش الكالسيوم زي ما الناس متخيله، بل بالعكس فيها مواد دهنيه كبيره ضاره، ممكن تضر وتجيب امراض زي امراض في الكلى او الكبد او السمنه. ده مبدأ، ده أول حاجة، اللي هي الجبنة اللي المفروض حتى الأمهات بتعملها سندوتشات للولاد وهي رايحة المدرسة، وبقدر الإمكان بتاكلها الجبن بقى اللي في البرطمانات، مش هنقول أسماء، ولكن الجبن المطبوخة اللي في البرطمانات واللي معمولة مثلثات ومربعات وما شابه. إيه الـ ممكن الغذاء الآمن اللي تعمله الأم لأولادها، وإذا كانوا أطفال أو حتى شباب أو في مراحل المراهقة، إذا كان المراحل الدراسية كلها المختلفة؟ تمام، أشكر حضرتك على الموضوع دوت، لأن هو بالفعل المعلومة صحيحة إن الجبن المثلثات أو الجبن المطبوخة نسبة الدسم النباتي فيها مرتفعة جدا. فالقصة قصة دي مش لبن، أي نسبة بسيطة جدا من اللبن موجودة فيها، إنما بتخش فيها مواد مكونة للمستحلبات، سمنه نباتي او زيوت مهدرجه و و و عشان تدينا الشكل والقوام اللي موجود، وبناء عليه بتعتبر سلبياتها اكثر من ايجابياتها. ككالسيوم طبعا هي ما فيهاش جرعه الكالسيوم اللي بيتقال عليها ويشاد بيها، وكل الكلام ده مش مظبوط. فبالفعل استهلاكها على نطاق كبير او بصفه مستمره بيعتبر سلوك سلبي. الطفل محتاج ألبان أو منتجاتها تكون سليمة عشان ياخد منها البروتين اللي هو هيحتاجه، زائد الكالسيوم والفوسفور اللي هو عايزه. تمام. أبسط شيء إن أنا أخدها من عندي جبنة بيضة، أي نوع منها مفيش مشكلة. عندي الجبنة الرومي مفيش مشكلة. والأصناف الأخرى زي الجودة والفلامنك دي كلها والحاجات فيها اللي زي كالسيوم؟ آه طبعا، دي بتتعمل من ألبان. بس برضو بنفكر نفسنا ان لازم نعرف ان كيلو الجبنة البيضة بيطلع من 4 كيلو لبن. فعليا ان انا احسبها صح. اما الاقي كيلو جبنة بيضة سعره 20 ولا 25 جنيه ولا 30 جنيه، ابقى لازم اكون متأكد ان هو مش مظبوط بنسبة 100%، مش معمول من لبن صح. عشان كده المستهلك لازم يكون واعي للحتة ديت. فبنقول له اختار المنتج اللي انت عايزه، الاسم اللي انت عايزه. طب هل الجبن البيضاء ممكن مثلا يعني عشان يبقى حاسس انها فيها لبن كويس، ممكن القريش؟ ماشي، القريش كويس بس يضمن نظافتها. بالظبط، يضمن نظافتها. عشان يضمن نظافتها زي ما قلنا في حلقه قبل كده مع حضرتك، يا ريت يعملها جوه بيته. ايوه، من اللبن ويحط عليها 2 كيلو لبن، يحط عليهم نص فنجان حلو. يعني بالزبط. ممكن مشاهدينا في يرجعوا للفيديو اللي احنا قلنا فيها طريقه عمل الجبنه. ايوه، فده الاضمن والامن. انما كمعلومه الجبنه المثلثات او الجبنه المطبوخه، طبعا الكلام ده مظبوط، الاستهلاك مش صح، مش صحي. البديل منتجات الالبان الاخرى وهي الجبنه البيضاء، الجبنه الرومي، هو ده الامن. وعايز معلش استغل الجزئيه اللي حضرتك تفضلت بيها، دائما استفسار الامهات. نعمل ايه؟ ناكل ايه؟ نسوي ايه؟ بنقول لها من فضل حضرتك يا ماما ارجعي بالذاكره ل 20 30 سنه فاتوا، كنت انتي بيتعمل لك ايه في المدرسه؟ والدتك كان بيتعمل لها ايه في المدرسه؟ اما بتاخد ايه معاها؟ كان السندوتشات، ساندويتش الجبنه اللي ممكن يكون متقطع عليه البضايع ترانشات، أيوة. او ساندويتش اي بروتين من اليوم اللي قبله، او او او
هو ده المتاح. أيوة. بيكون سندوتشات جوه كيس وخلاص. انما علشان بقاش بقى دلوقتي يا دكتور، ما هي دي مشكله. دي مشكله ان انا بعود الطفل على ان هو ياكل الاكل بنمط معين، شيل لانش بوكس ويزود معاه في الكتب ومش عارف ايه، وتبقى الشنطه قد كده ونخش احنا في مشاكل كتيره. أيوة. خلي مفردات اللانش بوكس كفاكهه او خضروات او